المرحوم عطول كان يقول ممتاز مثل أخي تماماً. عن جد؟ هيك كان يحكي؟ قصدك كان يقول عني إني أخوه؟ قصدي قال إنه كنتوا هيك لفترة بس صارت بيناتكن عداوة وبعدين. لا 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 ما أنا عداوة، بظن إنه سوء تفاهم صغير. شو الشي اللي بده يعمل عداوة بيني وبين رضا؟ زعلت على وفاته، بكر كتير المسكين. لما بيكون في ولد صغير بدون أب أو أم بينتسى كل شيء. بلكي بتقدر تساعد خليل، ما ضل عنده أي حدا. هاد بده مصاري يا ممتاز، بده مصاري. هيك بدون أي خجل جاي وجايب الولد معه ليشهد عليه. إيه حط محرمة قدامك لتكمل مشهدك كمان. جبت معي ابن رفيقك لحتى تساعده، أنا ما بدي شيء منكم. بكفي خلاص، يلا من هون وخذ الولد معك. نوران واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إداعش ناعش. خلصنا حل عنا حبيبتي نوران، معلش تروقي لو سمحتي. كيف بدك يعني روق؟ سمعت شو عم يقول؟ سمعت شو عم يعرض وبدك يعني إهدى؟ أبوه وأمه ماتوا بحادث، وبس لأنك كنت رفيق أبوه من زمان بده إياك تاخد ابنه تربيه وتصرف عليه. شو ذنب الولد؟ ماله حدا. إيه وشو ذنبنا نحنا؟ ما لقيت غيرنا يعني؟ يعني بس لأنكن قراب من المرحوم. ليك ما ضل قرب والصداقة صارت عداوة، شو بدنا نعمل بابن واحد ما عاد حكينا معه أصلا؟ الله يرحمه رضا كان منيح وطيب كتير وحتى ما كان يأذي نملة. ما بعرف شو اللي صار بيناتكن لحتى صرتوا أعداء لهالدرجة. وانت شو دخلك؟ شغل كان بيناتن وخلص. المهم هلأ انه ما بدنا ابن رضا بهالبيت أبدا. 40 41 42 هو مين انت يا ولد؟ شو اسمك انت؟ هي سألتك شو اسمك، ليش ما عم تبدأ علي يعني؟ اسمه خليل، ولما أهله ماتوا قدام عيونه، وبعد الحادث انربط لسانه وسكت، ومن وقتها ما عاد حكى ولا نص كلمة. يا حرام. يا سلام أخرس كمان، إيش هالولد؟ مدام ما بتآمني بالله؟ ما عندك ضمير؟ شو ما كان صاير بينكن وبين أهل الولد، شو دخلوا بمشاكلكن؟ ليش أنت حاقدي لهالدرجة؟ شو سرك بلاك لسانك يعني؟ كلام رضا عنك هو اللي خلاني اجي لهون. قال انه من زمان كنتوا مثل الاخوه مع بعض. كنا هيك واكثر، حكيه صحيح تماما. هيك اجيت لعندك، فكرت الاخ ما بيصير عدو، طلعت غلطان. الله يرحم رضا، طلع ما عنده رفقه ولا اي شيء. عدم المؤاخذة، يمكن زعجتكم. انتو ما بتعرفونا ونحنا ما شفناكم بالإذن. دقيقة لو سمحت، استنى شوي، أنا يمكن فيني أعمل شي لحتى ساعد الولد. اسمعني، فيني أعطيه مصاري لساعده. خليل بده بيت، ما بده مصاري يا أستاذ. فهمت عليك. نوران حبيبتي، خلينا نفكر شوي بالقصة. لك بشو بدنا نفكر ممتاز؟ شو جنيت يعني؟ بس الولد لساته صغير كتير، فينا نلاقي حل.
يعني ليش لا؟ يمكن يصيروا رفقات هو ورفيف. لا مستحيل، شو عم تحكي؟ في بنت صغيرة عايشة معنا هون، ما فينا نجيب ولد غريب وفجأة نحطه بنفس البيت ونخربط له حياته. الولد هاد مستحيل يضل بهاد البيت. رح اترك الموضوع لأخلاقكم وضميركم. يا بتديروا بالكم على هالولد اللي أبوه كان أخ لإلكم وبتربوه، أو بتتركوه لهذا الولد البريء بدار الأيتام. وانتو كمان عندكن بنت، الله يحمي كل ولاد العالم من قسوة القلب وضمير الكبار. أختي أنت عندك أولاد؟ لا والله، الله ما رزقني. رزقك؟ إذا ضل هذا الولد هون رح يكون بأمانة الله وبأمانتك. السلام عليكم. لحظة، ما فهمت عليك. هذا الولد يتيم ومسكين وأخرس كمان، أماني من عند الله. طيب ليش ما بتخبره أنت إنه رح يعيش عنا؟ إذا اطلعت فيه ما رح خليهم. تعال يا ابني، مسروق ابني يا روحي. اهدى حبيبي اهدى، تعال. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.